إلى النجف، وهناك تتفاقم معاناة مسوقي محصول الحنطة، حيث مر عليهم أكثر من 3 أيام وسياراتهم تنتظر أن يتم استلام الحنطة منها وتسويقها، إلا أنه هناك العديد من العراقيل التي تواجههم، ومنها الإهمال وعدم الاهتمام بالمحصول المحلي من الحنطة، حاله تماماً كحال بقية المنتوجات الزراعية المحلية. تكملة ثانية طبعاً حتى نشوف شوف حجم الحنطة. وانت ما عندكم المحدد المفروض ايش قد تكون؟ هو بين يوم ويوم. وانت صار لك 3 أيام. 3 أيام سنة باكر يا لطم. اي باكر. والشغل وين واصل؟ واصل للصابرة. زين ماكو مسؤول جزاركم؟ زين انتو شنو جايبين هنا تدخلون؟ طعام غرنا يعني فوق ما تبيعون للدولة حتى نقطع على الاستيراد، حتى نقطع على الاستيراد، هاي حطة محلية مال البلد. يسوون هيك حتى يخلون الناس تستورد. والله تستورد. إذا مثل ما تشاهدون هذا الجزء والملفت للنظر والكارثة الكبيرة إنه خالين قطعة مكتب الوزير وخطوط ساخنة. ومليون واحد اتصل وما حد ما جاوب، ما قطعة شيلوها والله عيب. هاي سوالف. أهلا وسهلا بكم. شفتوا من انطلقت من السيطرة اللي هي قريب طريق النجف تقريبا بيها فد 6 كيلومتر. ممكن هاي المشكلة اللي نحكي عليها هي أصحاب اللوريات. تدرون هنا شنو المشكلة؟ ليش ايش يسوون؟ لأن مبين اكو اصرار واكو ايادي خفيه حتى نبقى على المنتوج يعني المستورد. شوفوا هاي، يعني هاي حنطه عراقيه، يعني هذا منتوج محلي. ما اعرف احنا كل دول العالم المفروض تدعم المنتوج المحلي مالتها، مو توقف ضده. هاي كلها حنطه عراقيه منتوج محلي، يتعاملون وياهم بهاي الطريقه، يخلوه يلزم سره حوالي 7 كيلومترات بهاي الطريقة. ممكن سمعت هذا السائق صار لهم 3 أيام و4 أيام فايتين بهذا المكان. ليش؟